قال رحمه الله: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض. هذه قاعدة ذكرها المؤلف، الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه حيض، لكن يستثنى من ذلك أولا ما يتعلق بالنقط، يعني يستثنى من ذلك الأشياء يعني الخارج من المرأة، إما أن يكون في وقت العادة أو يكون خارج وقت العادة. نعم، إما أن يكون في وقت العادة أو خارج وقت العادة. إذا كان في وقت العادة فإنه حيض حتى ولو كان صفرة أو كدرة. إذا كان خارجا عن وقت العادة، فإن كان صفرة أو كدرة أو كان نقطا فهذا لا يأخذ حكم الحيض. كذلك أيضا إذا كان استحاضة، والاستحاضة هي ما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا، ما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا كما سيأتي إن شاء الله.